البنات، مرحبا بكم معايا اليوم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه نتاع اليوم كتعلق اللي عندهم مشكل تاع الكلف بالنسبه اللي كانوا حاملات ونض لهم الكلف، والمشكل تاع الاثر تاع الشمس بالنسبه اللي دايرين فولار وكتبقى لهم المنطقه تاع الوجه في اللون والعنق في اللون. بالنسبه اللي فيهم الاثار نتاع حب الشباب، دوك البقع اللي كيبقاو نتاع حب الشباب. بالنسبه اللي البشره نتاعهم دهنيه بزاف، هاد الوصفه خطيره لصحاب البشره الدهنيه. كذلك اللي عندهم الاسمرار في بعض المناطق في الجسم ديالنا، وبالنسبه اللي عندهم الشراطي بالسمنه المفرطه ولا اللي كانوا ديجا سمان وضعفوا بقاو لهم دوك الخطوط. هاد الوصفه زوينه بالنسبه لهذا الشيء اللي ذكرت، وحتى منافع كثيره. يعني يكفي انكم تبحتوا على العلفه نتاع المشماش وغتلقاو بزاف تاع المنافع ديالها. نفوتوا البنات دابا الوصفه. كناخذوا المشماش ناخذوا العلفه، عفوا ناخذوا العلفه نتاع المشماش كنيبسوها، من بعد كنهرسوا كنحصلوا على العلفه اللوزات ديالهم. كناخذوا اللوز وكنطحنوه في طحان كهربائي، ماذا بكم طحنوه مزيان باش نحصلوا على بودر هكا باش تعاوننا في الماسك. ناخذوا جوج معالق نتاع العسل، ناخذوا ملعقتين من العسل ونضيفوا لهم شويه لابودغ نتاع اللوز. هاد الوصفه البنات زوينه بزاف، يكفي انكم تجربوها وغتعرفوني على من كنهضر. ما فيها باس بنادم يجرب ويحكم بنفسه. كتخلطوا هاد الخليط مزيان. اللي عندها البنات فيتامين او، سيروم تاع فيتامين او، ماذا بها تزيد. انا دابا ما متوفر ليش، ولكن ديجا درت به، حتى هو كيعاون على النتيجه. كنخلطوا هاد المكونين مزيان قبل ما كنديروا البنات هاد الوصفه. ضروري نضفوا البشره نتاع الوجه ديالنا بشي صابونه. اللي ما عندهاش بصابونه وبغات تتبع الطريقه نتاع سكراب منزلي، كدير سنيده مع شويه نتاع زيت الزيتون وكتسكرابي به الوجه مزيان. من بعد البنات تغسلوا، عاد كدير هاد الخليط باش الوجه نتاعنا يستافد بهاد الوصفه وكنحصلوا على النتيجه. هاد الوصفه البنات ديروها جوج مرات في الاسبوع، جوج مرات في الاسبوع كافيه انكم كتحصلوا على النتيجه اللي بغيتو. ونتمنى من الله ان شاء الله الجميع الذي يجرب هاد الوصفه يحصل على نتيجه ويشكرني فيها. ما تنساوش البنات كما ديما تخليوا لي كومونتير، ابوني ولايك، وشكرا لكم. الى فيديو ان شاء الله قادم.